فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وعفى عنك، سؤالي عن صلاة الغائب هل تشرع؟ لا سيما أنه صلي عليه في بلده. الصلاة على الغائب. على الغائب أحسن الله إليك. الصلاة على الغائب الصحيح أنها ليست بسنة إلا من لا يصلى، من لم يصلى عليه، كرجل مات في البحر، غرق في البحر ولم يصلى عليه، فحينئذ يصلي عليه. أما إذا صلى عليه في أي مكان فإنه لا يصلى عليه صلاة غائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على الغائب إلا على رجل واحد لم يصلى عليه وهو النجاشي. ولو كانت الصلاة على الغائب مشروعة لكان أول من يسنها للأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كذلك ما أثر عنهم أنهم يصلون على الغائب، يموت القوات، يموت الخلفاء، يموت الأمراء، لم يصلى عليهم. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد وفق للصواب. لكن إذا أمر به ولي الأمر صار طاعة، أي صارت الصلاة على الغائب طاعة لأنها من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقد ضل قوم بلغنا أنه لما أمر ولي الأمر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تخلف ولم يصل، وهذا من جهلهم، لأننا نصلي على الغائب بأمر ولي الأمر طاعة لله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال هذا أنا أرى أنه بدعة، هل إذا أمر ولي الأمر ببدعة نوافق؟ نقول لا، ما هي بدعة، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، ومسائل الخلاف الفقهي ما يقال أنه بدعة. لو قلنا أنها بدعة لكان كل الفقهاء مبتدعون، لأن كل واحد يقول الثاني إذا كان على خلاف رأيه يقول أنت مبتدع، وهذا لم يقله أحد من العلماء. لذلك نقول إن اجتهاد هؤلاء الأخوة في غير محله. إينا. على كل حال الصحيح أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، لكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة لله عز وجل لأنه أمر بها.